مباشرة من الرياض معنا الدكتور جمال الطويرقي. دكتور، وإحنا نقرأ الخبر عيونك تروح يمين وتروح يسار وكأنك قاعد تهوجس بالكلام اللي إحنا قاعدين نقوله، هل تتفق أم لا؟ أولا والله يا غالي أنا يمكن أمس عليك وعلى المشاهدين ومستمعي ام بي سي. طبعا في أشياء كثيرة، يعني إذا نجي نتكلم عن هذه المشكلة قائمة من أكثر من 60 سنة عندما بدأ التطعيم لدى الأطفال، نتكلم عنها شلل الأطفال وأمراض النكاف والحمى الألمانية. كان في هناك مجموعة من الناس يداعون أو يطالبون بأنه لا يتم تلقيح أو إعطائها للأطفال لأنه ما كان في دراسات، وهذا كان غير حقيقي، وأنها تسبب إلى الآن، حتى إلى الآن قائمة نظريات نسميها نظرية المؤامرة، أنه هذه اللقاحات قد تعطي أو تؤدي إلى أمراض خطيرة، منها التوحد، منها التخلف العقلي، وكل هذه أثبتتها علميا أنها غير صحيحة. المشكلة أنه دائما وأبدا كما تفضلتم في نقاطكم الثلاثة ممكن تكون أوسع من كذا، أنه الإنسان خصيم نفسه. الإنسان صحيح. إذا كان جاهل، الجهل مو معناته أني أنا ما أقرأ ولا أكتب، ولا أنا ما أقدر أدخل المواقع في جوجل وأدور عن المرض وأسبابه وتطعيمه ومن المشهور فيه. أحيانا الجهل يكون بالإنسان علمه في محدود، يعني أنا يمكن كطبيب نفسي لكن أنا عندي محدود في الميكانيكا، محدود في الديكور، في البناء، في الإعلام، ولذلك لما أجي أنا ما أقدر أفتي ولا أدي الإنسان مصداقية. المشكلة أنه الإعلام أصبح مفتوح جدا والتواصل الاجتماعي مفتوح، وهناك عندهم أناس لا زالوا وجمعيات عندها نظرية المؤامرة. المضحك المبكي أنه آخر شيء، يعني أنا كنت أضحك أنه في زميل لنا وطبيب يعتقد أنه تناول اللقاح يغير التركيبة الجينية حقته هو، فتصور أنه حتى إلى الآن إحنا علميا لا نستطيع أنه إحنا نغير الجينات حقتنا حتى نعالج أمراض خطيرة جدا أكثر من الكورونا لم نصل إليها. العلم لا زال يعني يقف أمام إعجاز الله سبحانه وتعالى في الدي إن إيه اللي إحنا اكتشفنا تركيبة الإنسان، لكن لا نستطيع أن نفك الدي إن إيه حق الإنسان. فتصور صح. هذا الرجل عنده نظرية المؤامرة أنه الار ان ايه هذا الفاكسين هو حيحولنا الى ناس ثانين، والمضحك المبكي انه معظم الفيروسات هي دي ان ايه وار ان ايه، واحنا نصاب فيها يوميا يمكن ما نحس فيها لكن ما تغيرنا. فدائما هو الجهل، دائما هو الخوف، انه المجهول هو اللي يخوفني. طبعا العوامل الاخرى انتم ذكرتوها، انه عدم توفر اللقاح او الكميات المتاحه أو المعلومات المبسطة للفرد اللي هو يعني مهيئ لأخذ المصل لقاح. الشيء الثاني اللي إذا الإنسان كما تفضلت هو الراحة، الراحة مو بس النفسية، لما يصل لمرحلة زي ما وصلنا فيها المملكة العربية السعودية، وأنا من هذا المنبر أفتخر أني أنا سعودي، أنه إحنا وصلنا إلى مرحلة في السيطرة على المرض وفي طريقة إعطاء اللقاح للمواطنين بسلاسة وسهولة، وأصبحنا نموذج يحتذى به. أنه في الدول الغربية الآن ما عندهم الأمان، ما عنده الاعتقاد أنه هو في أمان إلا الآن التطعيم. إحنا صحيح. بالنسبة للمملكة العربية السعودية يبدأ في عندنا نوع من أنه ليش أخذه أنا طيب، ليش أخذه ما عندي مشاكل، ليش أخذه المرض بدأ ينحصر، والواقع غير صحيح. أنه إحنا بكل الإمكانيات اللي تبذلها الدولة هي اللي بتسيطر على هذا الشيء مع الوعي لدى الناس. صحيح. الآن أتمنى أنه إحنا نصبح زي أمريكا وبريطانيا اللي الآن بدأ تناول اللقاح إلى 2.5 مواطن في بريطانيا لإيقاف هذا المرض. وأعتقد أنه إذا إحنا تفهمنا أنه هذا لقاح زي أي لقاح آخر من اللقاحات حقت الإنفلونزا، أنه ما في خوف ولا أي تركيبة يعني أنها تغير الجينات حقتنا، وأعتقد أنه هذا شيء واضح، وأنه هذا العلم وصل إلى مرحلة إنتاج هذه اللقاحات بسرعة وإمكانياتها أصبحت غير سابقة لعصرها. في عصر الخمسينات والستينات كان يأخذ يعني 10 إلى 12 سنة حتى ينتج لقاح، الآن إحنا نتكلم في أشهر وأصبح إنتاجها بكميات يعني توافق الطلب. وأعتقد أنه إحنا يجب أن نصل إلى هذه المعرفة ونتواصل فيها، وأعتقد أنه جزء من هذه المشكلة اللي هو الإعلام اللي يجب أنه يواكب ويصارع هذه الأفكار اللي هي نظرية المؤامرة اللي زالت إلى الآن ما أدري متى ننتهي منها. يعني دكتور جمال، على سيرة التأثر بالأفكار، يعني نحن أمس استعرضنا من مركز اللقاحات في الرياض، مراسلنا هناك رصد لنا تلقي مواطن للقاح، ولما ذكر إيش الشيء اللي يعني دعاك أو خلاك شجعك على أنك تقدم على هذه الخطوة، قال أنا كنت في المسجد وتأثرت بكلام شخص كنت دائما أشوفه بالمسجد هو أخذ اللقاح. فهذه الثقافة اللي هي لما
لما تشوف غيرك أخذ اللقاح وأنت مطمن عليه وشايف إنه أموره تمام، يعني الثقافة هذه عرفت كيف، اللي هو الواحد يبدأ يأخذ اللقاح بعدها وهو مطمن. فالسؤال كيف الواحد يقدر يتغلب كفرد، وأيضا كيف تتغلب الأسرة على أي مخاوف بتحاول إنها هي تعطي صورة مغايرة عن الواقع وعن أمان هذا اللقاح؟ جميل سؤالك. أنا أعتقد أنه أفضل شيء هو شيء المعرفة، المعرفة بالمرض. الشيء الثاني اللي هو هل هذا اللقاح هو قد تم تجربته على الآخرين، نتائجه وتحصيله، وهذه دائما تقوم فيها وزارة الصحة والإعلام ممثل في الـ NBC والإعلام في المملكة العربية السعودية. الشيء الثاني الدراسات الموثقة اللي في منظمة الصحة العالمية. أنا توثيق لكلامي كان أضحك أنه كان في زميل من زملائنا يرفض تناول هذا العقار، وفجأة اتصل علي وارسل لي صورة سناب شات انه هو ياخذ العقار حق الكورونا. وبعدين سألته ايش السبب، انه جميع اسرته تناولوا هذا اللقاح، فقط هو بقى الشخص اللي كان معارض واصبح جزء من الاسرة. فاحيان كثيرة القناعة انك تشوف الاخرين بادروكي وانت صحيح. تبادريهم، لكن صحيح. احنا نتمنى ان نكون احنا المبادرين قبل ان يبادرون الاخرين. 100% يا دكتور، 100%. طيب دكتور جمال، يعني معلش انا بشطح في هذه النقطة بس عشان أوضح أنه قديش إحنا في نعمة لا يمكن يعيها إلا من يعيش على مثل هذه الأراضي. زين؟ يعني بعض الدول أو بشكل عام السفر، إما لسفر العمل، إما لسفر التعلم والثقافات، إما لسفر الاختلاط، إما لسفر مثلا الاختلاط بثقافات أو بمثلا مجتمعات أخرى. الآن في نوع من السفر بدأ يظهر على السطح وهو سفر اللقاحات. هناك من بدأ يأتي من دول معينة إلى دول مثل السعودية، مثل الإمارات، زين، بس علشان يأخذ اللقاح ويقعد ما بين اللقاح إلى الجرعة الأخرى 20 يوم عشان يأخذ اللقاح، ومن ثم يرجع إلى بلده آمنا مطمئنا. أبغى تعليقك. تعليقي أنه أنا أفتخر بهذا الشيء. أنا أعتقد أنه إحنا وصلنا لمرحلة كدولة يحتذى بها في مكافحة مرض الكورونا، وإن شاء الله أي مرض يكون يصيب المملكة العربية السعودية والعالم كله، أنه إحنا عندنا تجربة بشبابنا اللي أثبتوا أنهم تحت وفوق المسؤولية وعندهم التجاوب لهذه الأمراض. إحنا نفتخر أنه حتى أنا كنت وبجد، وأنا يعني أعوذ بالله من كلمتي، أنا لما أخذت اللقاح أنه كان معي 2 من أمريكا و2 من بريطانيا أو 3 كانوا يصوروا الطريقة والتناول وفترتها، وكان يقول amazing، يعني شيء غير يعني متصورينه أنه إحنا نوصل إلى هذه المرحلة. وهؤلاء يعني كانوا زائرين للمملكة العربية السعودية. توثيق لكلامك، وأنا أقول تسلم فمك يا علي، أنه إحنا يجب أنه نتوقف عن جلد الذات في مجتمعنا السعودي، أنه إحنا لسنا ند للآخرين. أنا أعتقد أنه إحنا تعدينا هذه السالفة. إحنا الآن لا نستطيع إلا أن نفتخر بوطن نعيش تحته، ونفتخر بدين وقدوة، أنه إحنا مو بس نعطي الأجانب، إحنا نعطي حتى المتخلف، نعطي المسلم والكافر، نعطي الذي لا يستطيع حتى أن يدفع ثمن اللقاح مقارنة بالدول الأخرى المتقدمة والتي تعتبر نفسها هي دولة ديمقراطية، وكانت تنظر المملكة العربية السعودية بغير هذا الشيء. ضيفنا من الرياض الدكتور جمال الطويرقي استشاري الطب النفسي، شكرا جزيلا لك.